كل شيء يعرفنا هنا بمجرد الوصول نلتقي في ترحيب المكان حين تنطق الحجارة بصوتها الخفي ونحن نخط أقدامنا في المدينة. هنا يبتسم لنا بائع الكعك والجريدة ويطمئننا ثوب سيدة بألوان العلم، يحضننا السور بدفء تماماً كما يحضن المدينة. نقف أمام أبوابها وعلى إيقاع القلوب المتلهفة نمشي للقاء ما خبأه السور. من داخل السور لليوم نلتقي بسوق العطارين. من سوق العطارين نرحب بكم من جديد ونعرف أكثر عن هذا السوق مع الأستاذ وابن القدس الأستاذ حسام أبو عيشة. أهلا وسهلا فيك أستاذي. أهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك رب. نعرف عن سوق العطارين من حضرتك والأسواق وما حوله، يعني من أسواق ممتدة أكيد. وهلا بشهر رمضان سوق العذاب شام الريح اللي احنا واقفين فيها، يعني جبتيني عند البهار والفلفل الاسمر وتوابل رمضان عشان تحضر معدتك للفطور. حضر معدتي للفطور. لا، هو سوق العطارين احد ثلاث اسواق متلاصقه في بعضيها، سوق اللحامين وسوق العطارين وسوق الخواجات. بس انت مش خواجات. هلا اذا بنلاحظ في تخصص كان، يعني سوق العطارين كان بالمعظم نسبه 90% منه عطارين. نفهم اللي بده اي شيء له علاقه بالعطار يجي على سوق العطارين، اللي بده اي شيء لحوم غيره وغراكه يجي على سوق اللحامين. وسوق الخواجات كان يسمى سوق الخواجات لانه كان يصنع الاقمشه من حرير والاحذيه من افضل نوع، فسمى عشان هيك سمي سوق الخواجات. هذه الاسواق المتخصصه طبعا جنبه سوق الدباغه اللي بتبغوا الجلود، وجنبه ساحه افتيموس. هذول كلهم فتحوا جنب بعض للمترابطات مع بعض. هاي الأسواق تكتسب جمالية عند كل زوارها. يمكن أنا كابن البلد القديم حافظها محل محل وزقة زقة، بس أنا ببقى أشوف عينين الناس للضيوف اللي بيجوا مثلاً من الضفة الغربية. شايف أنا أزواج من الضفة برضه. صرنا نسميهم الضيوف، يعني شر البلية ما يضحك. أنتوا أهل بلد يعني. بس لما بدخل الواحد من باب العمود وبشم ريحة بن زحمان وكأنه بقول له أهلا وسهلا فيك في البلدة القديمة. صحيح. بدخل لقدام شوي بزر زعترة وعويضة، بيسترجيش يمرق بدون ما يكبش كمشة بزر يحطها الدف في فخدته، يضل ماشي يقول ما شاء الله شو هالروايح، وهو مشدود لسه لسوق العطارين. يطلع على اليمين تكحل عينيه صينية كنافة جعفر زي العروس مكحلة بالفستق الحلبي وهالسمن البلدي عليها والقطر، يضل يكمل بقول انا بدي اوصل سوق العطارين. قبل ما يوصل سوق العطارين عند الأوسة بعد الزحيكه تبع البوابير الحاج عبد الحفيظ عبد اللطيف حاطط سياخ الكباب. صحيح. وانا عمري 11 سنه كنت لما اشوف الكباب اتصور معه ناخذ صوره فيه، ما كانش في سيلفي، اوقف قدام سيخ الكباب هيك يطلع علي الحاج عبد الحفيظ عبد اللطيف يسحب حبه كباب فيها الصنوبر وفيها البصل وفيها التومه وفيها اللحمه يا عيني، يحطها بتمي اذوب انا وياها سوا. احنا دوبنا هلا لسه الفتره مطوله. هذا بيختصر حدوته اسواق البلده القديمه في القدس. فيها هذا العشق، فيها هذه الحميميه، فيها كل الاجناس بتمرق وبتعبر بسلام وبامن وبمحبه لا ينقصها سوى الاستقلال. استاذي حضرتك من حاره السعديه وانت طالع من البيت بدي اعرف شو بتشوف وصولا الى سوق العطارين. يعني اول ما بدي اطلع من سوق العطارين من حاره السعديه بدي اجي على عقبه الشيخ ريحان على معصره الجبريلي، السمسم والزيت والطحينه والكسبه. تفاجأتي؟ لا ما تفاجأتش لاني رحت عنده باول حلقه. انت رحتي عنده عشان تعمل اي حلقه؟ بس لا شفته عنده عشان اكل كنافه الفقراء. لا كنافه الفقراء بعرفها. بتعرف الكسبه وشفتيها؟ الكسبه شفتها. الكسبه هي بقايا طحن السمسم، كنا نجيبها على البيت نشتريها نحط عليها سكر ونعجنها. عارفه كيف؟ وابوي يحط عليها شويه جوز هند تصير زي الكنافه، ناكلها ونكيف عليها. يا عيني. هلا جعفر نفسه كان يشتري الكسبه من الحاج، مش يشتريها يعني يعطيه كميه يعمل منها حبات زي البقلاوي. يحط عليها فستق حلبي ويمرق. كل تجار البلد القديمه ممنوع يمرق من عنده الا ياخذ حبه، وهذا كان الطقس كل يوم ثلاثه عشان هيك سموه تيوس دي. بعدين عمل كروت للتجار مكتوب على كل كارت اسم التيس ورقم التيس. هذا بحكي لك اياه جد مش مزح. اقنعني عن جد. يعني مثلا اكبر تاجر في البلد القديمه عبد المغني النتشي الله يرحمه كان معهم كروت بطاقات عمل لهم اياها الحاج جعفر. اسم التيس ورقم التيس وطول البطاقه وياكل حبه الكسبه ويكمل طريقه. هلا انت بتقول لا غريب وطواش، هيك الناس هيك بساطتها وهيك علاقاتها. بنخلص من الجبرين الا انت جاي عند مين؟ عند محمد علي مش كلاي تبع الملاكمه، محمد علي ابو سنين اللي راس البيض مع السجق. تخش عنده تلاقي 70 جنسيه جمعهم راس البيض. طب يعني انت فتحت عيني كمان على العلاقات في الاسواق. هذا مهم جدا مهم جدا.
أنا بدي أحكي مثلاً عن قهوة زعترة. في رمضان تفتح على الإفطار. فإحنا كنا أبوي كان يشتغل يوم ويعيد يوم. اليوم بيشتغل فيه إحنا قبل الإفطار بعشر دقائق نودي له الأكل. طب الأكل لفرد يعني كان أبوي يأخذ مطبقية إما ثلاث طوابق هاي. بده يأكل هو والسمعان سنيورة أبو حنة سنيورة تبع الصيدلية. بده يأكل هو وبحبح بحبح اللي ببيع الأبر والدبابيس. بده يأكل هو أبو غزال الصراف. بعد ما يأكلوا ويفطروا الحلو يجيبوا بحبح الشاي والقهوة يجيبهم أبوي. إذا أوجعهم بطنهم يعني زبطهم سمعان من الصيدلية كل واحد حبة. هاي العلاقة مش إنه افتقدناها اليوم، صارت وكأنه لما نحكي عنها بتحكي عن إشي سريالي. أنت بدي أعرف برضو عن عادات رمضان في القدس. يعني رمضان يعني أول إشي القدس لا تنام. تنين أبواب الدور في القدس لا تغلق. أنا أتحداكي بعد السحور بعد الفطور أي باب دقي بتفوت عليه للفطور للسحور للوضوء. إذا ضايع إذا بدها تتوضى إذا بدها تروح على الحمام. نعرف إحنا حمامات الأقصى لا تكفي لمرات للألفات. نفتح بيوتنا لأهلنا وأحبتنا. هذا ليس منة. هذا هو يعني هذا السيستم أو السبر بالخليلي السبر المقدسي إنه طول رمضان لا تغلق البيوت. بعدين دائما الأكل بنعمل زيادة. يعني إحنا عندنا بالحارة جامع الميدان الحمراء كثير من الناس اللي بدناش نقول التايهين الضايعين مش قادرين يوصلوا بالأقصى بيجوا على الجامع. إحنا هيئنا الجامع كأهل حارة السعدية حطينا فيه 50 كرسي فتحنا 12 حمام وكل إفطار بنروح بنطل على الجامع. إذا في ناس موجودة فبكون إفطارهم عنا أو إحنا بنودي لهم على الجامع أو بيجوا عنا على بيوتنا. وهذا بنعمل عادي زي ما أنت بتروحي بتشتري حبة موزة بعد الفطور أو إلى آخره. هيك رمضان بالقدس. إضافة لهذا الحكي الروايح في ريحة خاصة. يعني هذا بيعرف اللي بصور. كنت أخلص برنامج الصندوق أنا أوصل القدس يعني على بقول الله أكبر. تخيل العذاب أنا من باب الزهر لداري بس أشم كرشات كسة محشي مقلوبة صارت معي ريحة البهار يعني إشي غاية أدحة التومة. الأدحة التومة هذه موضوع قصة بحد ذاته. يعني ففي روح وفي جمالية وفي نوع هيك من الإشي السماوي وكأنه نقترب من السماء أكثر فأكثر. يعني هاي القدس ببساطة. طب ننعيد على الناس شو بدنا نقول للناس برمضان؟ والله لأهل القدس وزوار القدس ننعيد على الناس زي ما كنا نعيد من ديزني لاند القدس. في ديزني لاند بالقدس على فكرة باب سباط المراجيح. اليوم عيدي يا لالا ولبست جديدي يا لالا فستان أحمر يا لالا عالصدر مطرز يا لالا. هذه كانت مراجيح الطرعاني في باب الأسواق. وإذا زي الليلة مثلا بده يثبت العيد نمتم كنا بالحارة وبكرة العيد ومن عيد نذبح بقرة السيد والسيد مش عارف ليش بدهم يذبحوا بقرة السيد والسيد ماله بقرة منذبح بنته هالشقرة متسلطين على الشقر والصوم مش عارف ليش. كل عام وانتم بخير وبالصحة والسلام. احنا مش ناقصنا اشي الا سوى هدات البال ولا بناكل والله ونشرب وما حدا بيموت من الجوع والكرامة موجودة بتوزع كل العالم العربي الحمد لله. أستاذة شكرا كثير انبسطت بمعرفتك بوجودك معنا اليوم كانت إضافة للحلقة. أكيد رمضان كريم وكل سنة وانت سالم كمان عشان عيد الفطر يعني بحلول وانت سالم لو انه بالاستوديو كان اعطيتك دولار بيمضوا عليه وبحبوا يضلوا معه بس احنا بسوق العطارين ايش بدي اسوي انا كل سنة وانت سالم وانت سالم يا رب فش احلى من هيك هدية من القدس الله يسوقها. شكرا. سطح الخان اطلالة يقصدها زوار القدس وهو مكان اثري قديم يغطي اسواق البلدة القديمة ومنه يمكن أن نرى قبة الصخرة ونسمع أصوات أجراس الكنائس من خلال سيرك بين الأسواق القديمة من باب العمود إلى خان الزيت وحتى سوق العطارين. وعند مفترق بالقرب من حارة الشرف تصعد درجاً قديماً فتكون في سطح الخان الذي كان قديماً مكاناً يجتمع فيه السكان نظراً لصغر مساحة بيوتهم وسمي بسطح الخان نسبة لسوق خان الزيت الذي سمي بذلك لوجود خان قديم يحتوي معاصر زيت في أوائل القرن الماضي. ويعتمد سطح الخان على مساحة وقفية كبيرة تتوزع ملكيتها بين أوقاف إسلامية وأملاك خاصة لعائلات مقدسية وأوقاف تابعة للكنيسة اللوثرية الألمانية التي يهددها التهويد كما كل القدس.
كما عودناكم دائما نحكي عن الحرف التي امتهنها أهل القدس، واليوم في سوق العطارين نلتقي بالعم أبو عماد لنحكي مهنة الاسكافي. أهلا وسهلا فيك عمو. أهلا وسهلا أليم، يعطيك العافية. بعافيك يا عم. نحكي عن التاريخ شوي، من إمتى بلشت بهالمهنة؟ والله التاريخ يعني بدك تقول بديت أشتغل في المهنة هذه بحدود 15 سنة، أساعد والدي أطلع من المدرسة وأشتغل معه بعد المدرسة الدراسة، بعدين كملت بالمدرسة للثاني إعدادي، كان عمري تقريبا 16 سنة، تركت المدرسة ومن 16-17 سنة حتى الآن الحمد لله بشتغل. أنت الوحيد تقريبا بالسوق اللي ظليتك محافظ على السوق؟ بدك تقولي كان في السوق يعني نقول قبل 30-40 سنة لا يمكن 20 مصلح في البلد القديمة، اليوم ما فيش 4-5، أنا واحد منهم يعني. قديش ارتباطك بالقدس مخليك تضلك هون؟ يعني هيك بتتنقل، بس بتتنقل من سوق لسوق، ضليتك بالبلد القديمة. هي بدك تقولي بالنسبة إلي أنا عندي الشغل صحة، يعني عمري 73 سنة هلا، يعني شوفي برد نزلنا شتاء قلت لهم بالبيت بدي انزل على شغلي، وهي شافي يعني الشغل رايق وكذا، لانه الرواح والجان هذا صحه، كل انسان بسوي قياسات زي ما بده. هايت في ناس بتلاقيها شباب قاعده بتشتغلش للاسف. عمو احكي لي عن هدول الماكينات، بطلنا اليوم نشوفهم كثير. تمام، هذه الماكينات بيشتغلوا على الاجر، يعني بتذكر كان عند والدتي ماكينه تشتغل حتى على الايد للخياطه، والدي شرائب الخمسين سنة قديمة، هذه شرائب الخمسين سنة جديدة، قد تكون هذه عند اللي كان صاحبها 50-30 قبل، كيف كيف؟ يعني ممكن العمر هيكون بتجاوز 80 سنة. قد تتجاوز 80 سنة هذه اللي قدامي. اليوم هدول مقروضات بيجوا أجانب كتير بصوروهم وكأنه لقط لقطة. تحفة فنية. تحفة فنية سبحان الله. هلقيت في ناس عقليات ما هي. عندنا خاصة يعني في البيوت إذا شافوا شغلة قديمة كبها. بدي أسألك عن ارتباطك بالقدس وبالبلد القديمة. والله القدس أنا انخلقت فيها، يعني الإنسان بنخلق في البلد، خلقت في حارة السعدية ونقلنا من دار لدار وفي البلد، يعني بنحكي إحنا وصاحبي إنه الله يعين اللي بكونوا ساكنين برا ورا المعبر و أول إشي قرب للشغل، ثاني إشي إشي في بدن الواحد في دمه إنه راحة، يعني لو بروح في عالم لو راحت أمريكا ما بتصدق إلا هي ترجع البلد، عرفتي كيف؟ طبعا بلده بيعتز فيها وبفتخر وبفتخر في حاله في نفسه الإنسان إنه في الحالة هذه كل إشي ماشي في الصح بيعتز فيه وبيفتخر فيه. بدنا نعيد على الناس هيك من القدس، ايش بتحب تحكي لهم؟ والله بنقول الله يجعل كل سنة وإحنا وأمة محمد سالمين، والله يهدي البال ويطعم كل محروم وينصر كل مظلوم ويكسر كل ظالم، لأن الدنيا كلها فيها مظاليم وفيها ظالم ومظلوم، فنام مظلوم وتنامش ظالم لأنه بيت الظالم خراب. كل سنة وأنت سالم يا عمو. أنت سالم يا عم. الله يعطيك العافية والصحة إن شاء الله، الله يوفقكم حنة البركة. من داخل السور لليوم ومن داخل سوق العطارين تحديدا تنتهي الحكايات، ونبعث منه لكل مشتاق الكثير من السلامات. إلى اللقاء.